انا اصلا من السودان. حضرتك سوداني؟ سوداني اه. اهلا وسهلا. انتوا عندكم مشاكل جامده جدا في السودان دلوقتي والناس بتموت في الشارع. لا لا لا، مشاكل بسيطه جدا جدا وتحسمت ان شاء الله يعني في خلال اقل من 24 ساعه تحسمت. يعني مواضيع كانت يعني حاجة سياسية أكثر مما إنها تكون يعني حاجة منفعة كانت بالنسبة لأشخاص معينة يعني جهات معينة. يعني إيه المشاكل عند حضراتكم في السودان أصلا؟ يعني الشعب السوداني متضايق من إيه من الحكومة؟ ما يا أخي مش الشعب السوداني دي مشكلة، العالم العربي كلها بقت ضايقة من الحاجات اللي قاعد تحصل في بلادنا. يعني طب الجماعة الشيوعيين في السودان بنسمع ان هم كلهم ناس بتموت منهم وحرقوا مقر الاخوان عندكم في الخرطوم، الكلام ده بجد ولا الصور اللي شفناها دي كذب؟ يعني يا عمي انا عايز اقول لك كلام. اتفضل. اللي بيحصل في السودان واللي بيحصل في الدول العربيه كلها دي حاجات يعني مقصوده بها الاسلام ومقصود بها حاجات يعني عايزين ما عايزين العالم دي تتطور. الدول الاوروبيه دي عايزه تسيطر على العرب على طول. يعني يعني تقصد حضرتك ان اللي بيحصل في السودان ده مخططات اجنبيه لهدم وزعزعه الاستقرار السوداني وتقدمه وتطوره؟ بالتاكيد. تمام. انت حاسس باختلاف عن السودان ما قبل عمر البشير والسودان ما بعد عمر البشير؟ السودان ما تطورت الا في عهد عمر البشير. انت حسيت ده ولمسته فعلا؟ نعم، لانه احنا لقينا الكرامه ولقينا الاستقرار ولقينا التنميه الا في عهد البشير، دي حقيقه. يعني في حين انه انا ضد سياسات البشير، لكن الحاجات اللي هي عملها في السودان حاجات يعني لا تنكر. يعني حضرتك ضد سياسات عمر البشير في ايه تحديدا؟ والله يا اخي تحفظ به يعني لحاجه سياسيه يعني حاجه اختلاف في الراي السياسي يعني بالظبط كده. قولي لي حضرتك بتحب تيجي مصر ليه؟ بحب اغير جو اصلا انا بنزل مصر كتير يعني. تمام. قولي لي ايه الفرق الجوهري اللي ما بين مصر والسودان؟ مصر والسودان اصلا حاجه واحده. تمام. حاجة واحدة ومفيش اختلاف كتير يعني. نحن أبناء النيل. أبناء النيل يعني جدودنا ذاته يعني أمه مصرية حبيبته مصرية كده يعني. ألف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا.